بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن من حساب مدير النظام كيفية تفعيل وضع الاختبار الخاص بالطلاب. من إعدادات النظام، الصفحة الرئيسية إعدادات النظام، ثم بعد ذلك النزول إلى وضع الاختبار. ثم نقرأ على تفعيل هذا، ربما يكون مغلق تفعيله، وتفعيل هذا الاختيار بالنسبة للمعلم، ثم نقرأ على حفظ. إذا دخلنا الآن إلى وضع الاختبار لأحد الطلاب من حساب مدير النظام على أحد الطلاب، تسجيل الدخول، نجد أن هذه الصفحة هي الصفحة الرئيسية. يوجد هنا بعض الفصول الافتراضية التي متزامنة مع الاختبار، ويوجد زر للبدء للاختبار.